معانا اتصال. بنت الملك من كندا، اهلا بيكي بنت الملك، حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. مبارك اهلا بيكي. والاخت ليديا المحبوبه، اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اولا اشكر الرب يسوع على كل شيء، وعاوزه اشهد عاوزه اشهد انه قبل شهر تقريبا او اقل طلبت صلاة من القس المبارك قس عصام الابني، كان يعمل في شركة وما أعطوه زيادة وقدم على شركة أخرى، فمن طلبة الصلاة صلى القس وقال إذا كانت مشيئة الرب أنه يعمل في الشركة الجديدة أو يبقى في الشركة، فأشكر الرب اليوم وافقوا على زيادته بنفس الشركة اللي هو يعمل فيها. هللويا. بفتكر الموضوع كان قبل 4 أسابيع. مجدا للرب.